قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم بزيارة إلى وزارة الداخلية، وذلك بناء على دعوة من أخيه الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين. لدى وصول سموه عزفت الفرقة الموسيقية للشرطة السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. طابور سلام دولة الإمارات العربية المتحدة. سلام بعدها مرت فصائل طابور العرض أمام المنصة وأدت التحية. السادة سموكم بالصلاة في الطابور سيري. بيت الاستعراض بنظام المطايا
ثم توجه سمو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومعالي وزير الداخلية إلى قلعة الشرطة، حيث سجل سموه كلمة في سجل الزيارات أكد فيها أن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة جسد واحد ومصير واحد، معربا عن خالص تمنياته للبحرين قيادة وحكومة وشعبا بالمزيد من الرفعة، وأن يديم عليها الإنجازات ويحفظ رجالها الأوفياء. وقد تشرف كبار المسؤولين بوزارة الداخلية بالسلام على سمو الضيف الكريم، كما تشرف أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه بالسلام على معالي وزير الداخلية. وقدم معالي وزير الداخلية هدية تذكارية لأخي سمو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وفي بداية جلسة المباحثات بين الجانبين، ألقى الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه، منوها إلى أن هذه الزيارة محل تقدير واعتزاز. أعرب معالي الوزير عن تقديره للتضحيات والمواقف الطيبة والمشرفة للإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الحفاظ على أمن مملكة البحرين، ومشيدا بالعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين الشقيقين، معربا عن أمله في نجاح زيارة سمو نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إلى مملكة البحرين بما يسهم في تعزيز آفاق التعاون الأمني في مختلف المجالات. وقد استعرض معالي وزير الداخلية جانبا من الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة والتي تم تدشينها مؤخرا، وما تتضمنه من مبادرات تفصيلية تسهم في تحقيق أهداف الخطة وتعزز دورها في تعزيز الأمن الشامل. من جهته أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن علاقات البلدين الشقيقين تاريخية ومتميزة،
وللبحرين مكانة متميزة في قلوبنا. وخلال المباحثات قدم سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام إيجازا حول الوضع الأمني في مملكة البحرين والجهود الأمنية المبذولة لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار وحماية السلامة العامة، فيما عرض الجانب الإماراتي لأبرز مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين. تم خلال جلسة المباحثات مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية المهمة ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل الأمني والبناء على ما تم تحقيقه في مسيرة التعاون الأمني بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة في الساحة الإقليمية والدولية. في هذا الإطار تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل قيادي مشترك يرأسه من الجانب البحريني سعادة رئيس الأمن العام ومن الجانب الإماراتي سعادة وكيل وزارة الداخلية، حيث يتم العمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل الأمني المشترك بين البلدين. وقد أقام معالي وزير الداخلية مندوبة غداء على شرف سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.